متابعيني الكرام، اهلا ومرحبا بيكم في حلقه جديده. النهارده هكلمكم في موضوع يخص زرعات الاسنان، سواء زرعه معوضه سنه او ضرس او متحمل عليها كوبري ثابت او متحمل عليها طقم اسنان كامل او جزئي متحرك. ناس كتير بتسال يا دكتور، هل بعد ما حطينا الزرعه ديت وبدات تلتحم بعظام الفك، هل ينفع نعمل لها إزالة أو نخلعها لأن إحنا مش مرتاحين للزرعة ديت لأي سبب من الأسباب؟ النهاردة هنجاوب على السؤال دوت، وهنجاوب على العملية صعوبتها إذا كانت صعبة ولا سهلة، وهنجاوب على الاحتياطات والتحذيرات والأسباب اللي ممكن نشيل بيها الزرعة. أول حاجة، الزرعة ديت ممكن تتشال طبعا بعد ما التحمت بعظام الفك، ممكن الزرعة ديت تتخلع أو تتشال. طب إيه الأسباب؟ أسباب كتيرة ممكن تخليني أشيل الزرعة. أولا ممكن يكون زاوية الزرعة مش عجباني، فمدية التركيبة النهائية شكلها مش عاجبني، سواء بارزة لبره داخلة لجوه واخدة زاوية مش مظبوطة، الطبيب أو المريض مش راضي عن الزرعة. تاني حاجة، ممكن يكون الزرعة ديت فاشلة أو حصل فيها إنفكشن أو عدوى وبدأت تعمل لي صديد، بدأت تتخلخل من مكانها، عملت لي خراج، عملت أي مشاكل، بالتالي برضو طبعا بيبقى الأفضل إن احنا نشيلها. كمان في بعض الأشخاص بيقرروا إن هم عايزين يشيلوا أي حاجة معدنية من جسمهم، سواء زراعات أسنان، سواء شرائح مكان كسور أو مسامير أو أي حاجة، بيبقوا عايزين يشيلوا الحاجة المعدنية، وده طبعا حرية شخصية وشيء بيرجع لهم. فإحنا طبعا بنشيل الزراعات ديت، ولكن أنا أنصح إن الزراعات تتشال عند طبيب ماهر متخصص فعلا في الزراعة، لأن الطبيب اللي حط الزرعة سواء بزاوية مش مظبوطة أو عمل مشكلة في العصب أو تنميل في الفك، ربما يكون مش هو أحسن اختيار إن هو يشيل لي التركيبة أو يشيل لي زرعة الأسنان، لأن زرعة الأسنان بتبقى ملتحمة في عظام الفك وبيبقى صعب إزالتها بعملية تانية، غير طبعا عملية الوضع بتاعت الزرعة بتبقى أسهل طبعا من عملية الإزالة، لأن طبعا الإزالة بتبقى أصعب لأن طبعا الزرعة التحمت بعظام الفك. ففي ناس تسأل، طب ما هو ممكن، طب ما احنا بنخلع السنة بتبقى سهلة وبسيطة، أو بنخلع الضرس الموضوع مش صعب قوي كده. لا، التحام الزرعة بعظام الفك بيبقى أقوى بكتير جدا من التحام الجدر أو السنة بعظام الفك، لأن طبعا السنة بتبقى مربوطة في عظام الفك بريدونتال ليجامنتس وأربطة طبيعية، ولكن زرعة الأسنان بيبقى فيها زي المسمار، فيها زي ما بنقول ألاوز، وبيتعشق حواليه العظم، وبيبقى الموضوع طبعا أصعب بكتير. هو مش مستحيل، ولكن طبعا متاح عند طبيب ماهر متخصص. طبعا لما بنشيل زرعة الأسنان ديت، لو مفيش إنفكشن ومفيش عدوى ومفيش مشكلة خالص، ممكن المريض يحط زرعة تانية بالزاوية المظبوطة، ولكن بيبقى لو العظم دوت اتأثر في المكان دوت أو حصل فيه تجويف، طبعا الطبيب بيحتاج إن هو يحط زراعة عظام. زراعة عظام بتتحط في ساعتها والزرعة بتتحط فورية. اما لو كان في انفكشن او كان في عدوى، الطبيب طبعا بينظف المكان كويس، بيوصف مضادات حيويه، بيوصف مضادات التهاب، بيوصف مضادات للتورم، مضادات مخصوصه، لغايه لما نطمن على مكان الجرح، وبعد كده نبتدي نزرع او نعمل زراعه عظام قبل الزرع. اتمنى تكونوا استفدتم النهارده من الحلقه البسيطه المختصره. لو في حد عنده اي سؤال بيكتب في التعليقات، بجاوب على كل الاسئله والاستشارات الطبيه. متنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه. اشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله.